يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم. ما لبذن بقرآنك إلهي كجور ما يحديثنا الله وش يقول لي جدي ضدو الله هنا أبو ركبقة وكعب صدا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، ساعة قرير كيغو وشيء وين با إلهي تبارك وتعالى وساعة قيامة. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد بإلهي تبارك وتعالى. يا أيها الناس اتقوا ربكم ضدوا اللهين أبور كبقى كبق إلهي كعب صو وإن إلهي كعب صون وحالك أرتا مركات كليقا ملاب جوكتو دادك دحضو ذا إلهي نادك كعب ستا ويفضو دهي لكن كليقا مركات ملاب جوكتو إلهي نادك كعب ستا تاسا أذك محايا ليقفك مؤمن كتقوى دله وحالا قرتا خلودي سمركو كليقي يحي أي الله قرتا سدو إلهي وقبقايو ساعد قيامة صوص عطو قرآن كاور رمول ليلي دول كودن با قريري وملائك با إلهي صوصاري دون إسرافيل صورتو أفوفيا مخلوقات كسماوات كنولي أراضين تا انتا صورن دمان ويوضا ديمان ويوضا أرقا قحيا وامالين تيه وأمالين تتي إلمها الناس كنوجنيسي إلمها جمارة تاني ويتوري دونتا ويهلمامي دونتا دتك أيا ودع دع يا با إلى هيلو وحلوم ملين يا سكارة إلى يهين سد كوا السكرة سنة لا دع دع عام بلا دع دع يا سكرة ما هو حلا دع دع يا با إلى هيلية عذاب كإلى هيبا درم با إلى عذاب كإلى هيبا درم مالكاس. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إلهي بارف فكيف لا تتقون ورميانت كبقين بللي ميانت إنو كعب سنين هدي إلهي نعمة دي سمانت أدون كدوشة هداد إلهي أدين كرتان جريتانك إلهي هداد كرتان وشرعك إلهي إنت قادتان أدس كدي دان وإلهي ندوه قان سناتان أدس كدي دان ميانت كسيب بقين بإلهي نليهي مالين بصوصعوتا ilmah yaraanta ku dhintay ku saqiiray banka qiyaama markuu soo baxtimihi si madobaba cadan isku bedeli doone as-samaa'u munfatirun bihi samada dadalaaysa ayawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamam wa nuzila al malaa'ikatu tanzila al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman 'ala al kaafireena 'asira ila hayba law yawma wadkur husba nabiga lagu yiri maalin ba soo socota samad way dadalaaci doonto iyada oo u jeeday samad soo googu i doonta wa nuzila al malaa'ikatu tanzila malaa'ikatana wala soo dajin doona dajin an horay oo kale aan adduunyada lagu soo dajin ba maalinka malaa'ikta loo soo dajinaya samada koobaad malaa'ikta ku nool wala soo dhaadhicin doona wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa hala sheega jibriil alayhi salaam in isagana banka qiyaama la joojin doono ملائكتي إلهي أبوري إيكو دنبي بأن سوغلين معصومين تها إلهي أن عصيين إن نورانيين تها بابنك قيام لكين دونا وحلو سوجو جن دونا ماركتان وحساب ويان. الله أكبر. الملك يومئذ الحق للرحمن ملكك مالك إله الرحمن كإسكالي وقرتو يدى نبتا الله الرحمن كإسكالي وأدون كرمون يسقوا بقرة هاي ويهاي لكن بني آدم حاريا كادي لا بقرة ويش هاي غني ما أنت أدون كور كذا بني آدم بعد لا أنا كأوح سمعنا أنا كأوح عرقنا أنا كأوح مغلب إليهين إلهي عز وجل ويه المامين ويه اللوبين ولكن مالك أس ومالك ومالك إلهي ورندون لمن الملك اليوم ملك ما أنت أيا إسكاله مر لباد بوكو علين دونا ملك جايا إسكاله هذا نمر سدحات بوكو علين دونا ملك جايا إسكاله عد إلهي أو جواب يسمجر تبو النبي قد عليه الصلاة والسلام إلهي كلي جسق أسكو جواب يو أرن دونا لله الواحد القهار ملك جايا بقرتو يدا ما أنت وحى إسكاله لله إلهي كلي جسق إسكاله الله واحد كي كلي جا القهار وحيسن أدومه سو أيسن دونين كوك قهري كوك قصبي الله حاسا ملكك مالنتا اسكالي.
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا ومال انت ومال انت الظالم كفرت انت دخد كقنينك على علي دونو اورن دونو ويوان هوغي وانا خساره من طريق النبي محمد طريقا كسو يشب اورن دونا هل قاسو كو على علي دونا قف على علك هل قاسي ما سكونايو ما انت انت نو شهر ربينا على عاشد ندامد مانتي وحكوتري تيرايد مانتي وحكوتري عبسدا الله لقى عبسدا تمانتا كو انفع عيسى بنك القيامة ددك ونوى وضع عبسونا يان لكن عبسدا بنك القيامة ددك كسو لسو درسي دونتا ما انفع عيسى انتو ضبدا وايو عبسدا الدونك إلهي لقى قصو عبسدا يوم بآخر وحكوتري يوقو عبسدا إلهي الدونك دوشي دادك قصو عبسوتي وم بآخرك وأنفعي إنتي دوني عبسدا سهل لكاتو بنك قيامة الأيمن داتكم مركب بنك قيامة مادان ووضع مؤمنين موقنين مؤمنين فرعون بايمن إيمان كيس وابغل كبغل أبو جهل بايمن إيمان كيس أي الرومين تم علين داس وابغل كبغل وحلي وحي مجرمين أدونك صوم رأي فراعنا بنك قيامة مركب مادان ووضع مؤمنين إلهي بأد اللو من دمانتود وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا بإلهي وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما مالك قيامها وحلي يوحي أدونك كبر كبنا يوردن وجه مدى حساسة وقنوذين أيان عندها كرو قادي كريم أيان مالك أبحسان أيان مجرتو وحيكو على عليان محا نبي قدري قيسي أسو مريواي دين تي اللي يقول يري يمان راعب وغفل بولي يمان راعو دين تي مان راعو آية داسي سبب النزول كيغا عقبة ابن أبي معايت نكال لورنجري آية وحوسمي وليمد عزمد بكو سمي مكا قدهيغا وامركي مكا لچوغي دين تو غريب كاي هاي مركز أوي هذا مركز ذاتك شرفته بدنا مقال هذا مكحيل لقال له جوجينا شخص يقول شرفته بدنا النبي محمد بوها عليه الصلاة والسلام سقو النبي نبى بأنن قارن ووقت نبوة النبي محمد سقو أنن قارن أي أحد أنا ما ركتاني أي الله رجل الصادق الأمين بل رجل الصادق الأمين رشاقه آمين كهذا الله يقاني marka maadaamuhu yahay shakhsiga magaalada Makkah ugu qiimaha badan ugu akhlaaqda wanaagsan ee dadka oo dhan ay isku raaceen inuu yahay saadiq run sheege aamin oo wixii loo dhiibta loogu iimanaayo waa sifada laga doonayo dadka muslimiinta waa sifadaas sifad gaar ah maanta inagu aad baan ugu liidanaa waayo dalkan dadkan aan dhex imanay hadaan akhlaaq wanaagsan oo kaliya aan tusin lahayn dhamaantood waxa laga yaabaa inay akhlaaqda ku soo wada islaam ilaahayeen maxay ila risaaladan inteeda badan waxa uu nabiga ummada ugu gaarsiiyay waa akhlaaqda wanaagsan ninkii gaalka ahaa marka cazumadii nabiga u fidiyay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam maadaamu yahay shakhsiga magaalada maka ugu sharafta badan leh kama maqnaan kara marka maka cazumada kama maqnaan kara u yimiday waliba isagoo balanka ilaalinaya ayuu nabigu dadka ka soo hormaro hor u yimiday ba layidhi أبو جهل عليه اللعنة مركو صوغل مجلس كي وارك محمد وإستاقو حير ورمانية محمد بان ملا وذا فريسين بوكيل ميانا دوغين محمد دقال كنقا دحيا ودور كي سنة مركا أوه الرئيسين نبي نمد أو نبي قشيكتو ويدان نبي بانه إلا يا بني هاي مركاز مركاز أبي بن خلف باكعي حقا كلنا أبو لهب باكعي سناديد قريش رقي مدحا اتكاي ري قريش يدوي ودا كعين وعيد هذا ورانك محمد ميل مودا فريسنين مجلس كي اسغا كسار ما انكا كاغا بخينا ماركاس يقول ما يا اسغا كسار يا فدي ابو يري ولي بس ياد اوغا ساري باي كو يرادين سداد اوغا ساريسا وحا ويان ددك هورتودا كو بهدلو وحد كو ترادا ادا اسك يمدي ايا كو ييري ولي بقندوفنا كو تفاي كو يرادين سيدي بو سمي ماركا الا وا قال اسغونه نبي عليه الصلاة والسلام دنا مركا نبي أو كبحي أسكا صوبحي سكو مرغونيا
waxaa nabiga sidaa loogu dhibaateynayaa waa min ajli dacwa, liajli dacwa saa loo nabiga loogu dhibaateynayaa. Risaaladan uu ummadda u keenay baa waxaasoo dhiba u soo jiidaysa. Deedna markaasaa qur-aankana ku soo degaya nebigeenna isagoo qalbigiisa lagu qaboojinayo. fasbir calaa maa yaquuluun wahjurhum hajran jamiila walaqad naclamu annaka yadiiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min assaajidiin wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin فيوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا آية لها سنبينا وحي كسو دقيان مكة انتي اللي تشوغي قلب دبك دعوة النبي كسو قادة آية نبي قلب يسي لحي كو جني ولا ليال مرقاسا ليدي ما انت هدو أقل كيسا كاسو وصاري ما لين بوفرت نحذك قنين وكو على علي ورندونا وي ما لين كاما نبي محمد عن ريبتو أو أيكا انسكا سو صارو halka warkooga aan ka qaadanayo maan warka nabi maxamed aan qaato maanta dhibaatada kuma dhaceyna buu leeyahay uu ka calaacali doonaa. walaalayaal akhawaati wa ummahaati wa banaati waxaan ilaahay innaka ilaahay jalla wacalaa diin buu ina siiyey diin. diintan maxaa loo soo dejiyey markaa? in la sheegta may? diinta in la sheegta maaha, sheegasho ilaahay ma rabo. mid diinta sheegtana ilaahay ma doonayo. ilaahay wuxuu rabaa dad diinta ku dhaqmuu rabaa ilaahay oo diinta islaamku agtooda wax walba kala weynaato. sidii haweeneydii la odhan jiray ummu sulaym radi allaahu canha oo anas ibnu maalik hooyadii, ninkeedii baa ka dhintay. markaa nin abuu talxa la odhan jiray baa markaa soo shukaansaday. abuu talxa markaa waa gaal, ma islaamin. waana markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu madiine u soo hijrooday ee madiine nebiga lagu soo dhaweeyey maalmo kadib weeyaan. markaabay ku tidhi abuu talxow, guur baad u socota? ahaa, miyaad islaamtay? bay ku tidhi horta. markaasuna mayma islaamina laakiin diin baan lahay anu. markaabay ku tidhi diinteed leedahay adigu? dee anuu mushrik baan aho, diin baan haystaayo diin alaabaa waalajdaad ayaan iska haystaa. utoodii jaahiligii shirkiyaadkiiba iyaku markaa diin u aaminsanayeen carabtu. markaabay ku tidhi war nin gaala anigu quudarayni maaye, marba haddaana diinta islaamka aanad soo gelin waxaadala nagama wada dhexeeye, aad arigna kala kaxee? bay ku tidhi. markaasuu sii jeestay ku tidhi kaalay maxaad cabudaa? geedkan gacantaada aad ku qoratee, geedkan gacanta lagu qoray ama dhagaxan gacanta lagu qoray miyaanan ilaah intood ka dhigatay aanad baryeen? bay ku tidhi. sawkiila lahaa raggu caqli bay leeyihiin, caqligii halkuu kaa maray? ku tidhi maad xushoonay, bal waxaad ku hadlaysaa fiiri. bay ku tidhi. waa dacwadii bay siisay. guurkeygii intay iska dhaaftay risaaladii bay gudbinaysaa gabadhaas. laana jiil waxay ahaayeen nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam uu tarbiyadeeyey. diintoo fareeshay nebi maxamed ka qaateen iyagu. deedna markaasa kolkuu ka sii jeesto uu ka quusta bay ku tidhi soo noqo in aslamta. bay ku tidhi waa xarfu shardi, yacni shurda bay shuruud bay sheegtay. haddaad diinta islaamka aada soo gashid bay ku tidhi hee, meher bakaa dooni maaye. bay ku tidhi islaamnimada aad qiratay eed soo gasho ayaan meherkeyga u qaadan. bay ku tidhi. ofirso ninkaasi naar inuu ka badbaado oo diinta islaamka uu soo galo ayaa agteeda wax walba kala weyn iyada. markaasuu waan iska islaamayaa buu ku yidhi. ila kharashka o dhan baa laga dhaafee, ragga kharashka ugu daran moogta. waan iska islaamayaa buu ka yidhi. anas radi allaahu canhu ag joogay bay ku tiri kaxeeyo nebi maxamed ugii calayhi salaatu wasalaam. markaasay nebiga u geysay, waa loo geeyey rasuulkeeni sal allahu calayhi wasalam. nebiga hortiisu markaa islaamnimadii ku soo qiray shahaadateynkii. markaabay aslam soo kaxay bay tiri anas, soo ma islaamina, igu soo celi.
markaa bay tiri haddaba ana soo kaale hooyada ninka ku ogow u guuri bay ku tidhi Abu Talha waa saxaabi macruufa siirada saxaabada ku qoran laakiin ninkaasi dariiqadu ku soo islaamay waa gabadhaay ogow islaamnimada ayay ka doorbeday meherkeedii waxay gabadh u baahnayd waxay tidhi aanu bilaa meher baan ayaan kugu qaadan laakiin isoo islaam bay ku tidhi isoo islaam diinta islaamka soo gal aakhira aanu wada soconay mujtamaca nuucaasa nebi maxamed baa soo tarbiyaday calayhi salaatu wasalaam mujtamac dalkooga iyo diintooda marka loo doorbido diintay dooranayeen mujtamac naftooda iyo diintooda diintay dooranayeen ubadkooga iyo diintooda diintay dooranayeen mucamara radiallahu canha wiilkeedii xabiib la odhan jiray buu nebigu risaalad u dhiibay waxuu u diray ninka la odhan jiray musalimat alkadaab caadatanna dadka ergada ee warqadaha boqorada u kala qaada lama dili jirin laakiin ninka xeerkaasoo jireenka uu jebiyey markuu warqaddii ka guddoomayna isaga xidha buu yidhi jeelkaa lagu riday markaasuu u yimid oo wuxuu ku yidhi nebi maxamed inuu nebi yahuu rasuul yahay ma rumayn markaa buu yidhi haa ana inaan nebi yahuun rasuul ahay maadin rumayn markaa buu yidhi may beenaalaa tahay adigu u xanaaqay ninkii gaalka ahaa wuxuu yidhi gacan ka gooya buu yidhi gacan baa laga gooyay uu ku ceshay haddana nebi maxamed nebinimadiisa ma rumaysay markaa buu yidhi haa ana inaan nebi rasuul ahay may rumaysay markaasuu yidhi may beenaalayaasha nebi maxamed uu noo sheegay beenaalo ka mid a tahay buu ku yidhi ilaa nebigaa yidhi aniga soddon beenaalayaala iga dambayni doonta moogta dana markaasaa sidii jirkiisii kolba lug kolba gacan kolba dheg kol san kol afka looga goynayay buu dhintay baa layidhi bal qof bini aadan oo sidaa loo jarjaraayo oo risaalada iyo diinta inuu ka noqdo diidda ka warama laana dhallinyar waxay ahaayeen hooyooyin waxaa soo saaray ilaahay tabaaraka wa tacaala ku xidhan dhallinyar waxay ahaayeen ilaahay ku xidhan oo lasoo tarbiyadeeyey bay ahaayeen markaasa hooyadiibaa markaa loo sheego la yidhi inankaygii waa la googooyey buu nebigu yidhi ordoo haweeni lasoo tacsiyadeeyo bal warka gaadhsiiya markii loo yimiday bay ku tiri lihaada alyowma ardactuhu inankayga maalinkan sida loo googooyey waa maalinkan ugu talagalay bay tidhan u barbaariyey ee naaskan usoo nuujiyey tidhi aniguna ilaahay agtiisan ajar ka helayaa bay ku tidhi meel bay u jeedeen dadkaasi jiil waxay soo saarayeen ilaahay ku xidhan oo nebigooda yaqaana calayhi salaatu wasalaam oo adduunyadan iyo aakhira farqiga u dhexeeya yaqaana bay soo saarayeen gabdhaheenna maanta innanka ka warrama zamankeenna ummu salama radiallahu canha ninkeedii baa ka dhintay abi salama aad bay uga murugowtay way naxday waayo nin aad u baaraya buu hareerkiisa markaa buu nebigu u yimid oo wuxuu ihi ummu salamay waan ku arkayaa inaad aad uga murugootay ninkaadii dhimashadiisee laakiin ducada akhrisa buu ku yidhi oo hinta iska dhaafo ducada akhriso allahuma ajurnii fii musiibatii wabdulnii khayra minha ducadaa buu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam ilaahow ninkaygaasi dhimashadiisaasi waa masiibee thawaab iyo ajar ilaahow adigu iiga qor halka ninkaygaa uu ka baxayna ilaahow nin isaga ka khayr badan badiilkiisii halkiisa ii soo geli bay tiri markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam ducadaasuu siiyey iskaga dhaqaaqay ummu salama waxay tidhi markaan ducada nebiga aan ka baranayo niyadda ayaan ka idhi oo ninkaagii ninka ka khayr badan ee adduunka joogee lagugu soo bedeli maba jiraa horta ducadiibay iska akhrisatay hadalkii nebigay dhab u qaadatay calayhi salaatu wasalaam deenna markay cudad baxdeen muddadii dumarku ay cudad baxayeen ay dhaaftay gaadhay ayaa nebi maxamed baaba soo doonay calayhi salaatu wasalaam markaasaa la yidhi ma nebiga markaabay tiri ma nebi maxamed baa rabaa inuu iguursado haa
مثلا ننك اللو ربعينو يقوريو ما يأساقا كل ربكو ده هذا مركا بيتر يا رسول الله صدح عبا الله ما تقول قادم أنا قوان كاد أوين هاي بيكو ترى وسلام وين بانو عرد بابا يقصوا بحدي عيالنا ما ركتاني وان الله هاي عيال كي يقاسي هذا بين حلسكو كينين هدو طولي لديني رسالات بادادو مدى قرسيني ساي وأدري ربنا تعالى أن إسلام إسكه الناس بدن ومسير بدن بان هاي كتري برجاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول مسير كا هوا كوا كل قبر لكن إله هو حكوا برين وكا خفي فيه ده أذن أبو النبي صلى الله عليه وسلم قال أديك ما هنا أنا جب ده أذو يقتي مدي بودي أيه دمر كان لحدم بي ماذا حلق شيء النبي قلنا ده أدي سدور يكون تم بالقو قياسا المها كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم أرزاق دو دو أنا قد شهد أمت على إله بأرزاق ده هاي بول إله بأرزاق ده سين هاي إله بأرزاق ده بحية وحيتري والله دعاء النبي يقول مالك أو يبروان كفى إذا استو إن نك يجي مركو هلك وكب حي شخص جاء دونك وخير كبنابة إلى هاي يقول سو بدليه والنبي محمد عليه الصلاة والسلام مركا رجوع إلى الله ده نبات إن لسه درستو أرجع جحيمينه قوسان مينو قيلنا كو دفن مين دعوين كاس امبرنا ان دعوين كاس ان لله ان لله وانا اليه راجعون ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى دعوين كابي النبي محمد ايو ان برو صحابدي سو برجري انك انا مركي دباتين لا سو درستو وانا نلانو ان لله وانا اليه راجعون المهي يرى بك صغير كسوقات المهيبة صغيرة ملائكتي المها الروح ذا كسوة قبطي بلحي اوية رايو كوية دا قبطتم ولد عبدي أدون كيغا المهي سيمسوة قبطين مرقاس إليهن ها قبطتم ثمرة فؤاده مريه قلبك ويان المهي روح ذا مريه سيمسوة قبطين ها وكسوة قبطين أدون كي مركا محوية با إلهي لأي أدون كي هو يدي محيطي المها نابيه محوية مركا المهي أتكسوة قبطين مركز الملائكة ورنا يا ده إله حق على أصول نقدينه والدك وحيوري الحمد لله على كل حال إنا لله وإنا إليه راجعون أيوري مركز إلهي ورنا يا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أدون كيغاس علمه سمر كات كسوق بدين دعاء آخر استي أقل جنة وقد سبا إلهي إليه حي أقل كواحد وقوم بقعدرت أقل كيم مهندقة وقوم بقعدرة أقل كيم مهندقة بركة إلهي تبارك وتعالى إنك إلهي أبهن برواق هذا حدان هلنا إلهي أن أبهن نغنو دبات هذين لسو درستنا وإن نغنى داد إلهي أؤد كيسنا يا دبات هذا الصبر يا أؤد كيسنا يا وايو مالنتو مدائمي سي مالنتو حبين باكوحيغا دبات هذا ندف بادبا سعوتا برواق هذا أبار بادبا سعوتا للاشادنا دمشاد أيا كوحيكتا فقرنا غنى ايا دبا سوتا بين ادم مروي فرحان مروي مرغودان سلطه دوالا مالمود مالين والبمك عقوني اي اولاد هاي ايا قفك بين ادم كدوركي سنبا حالب بقفك بين ادم كالاسود درسيسا سيردي صحابه دي صحابيات كدادا خرسته وحد غراني سامرك حالب والبصحابه وسدي اوغا بحين ايا مركا سيردا صحابه لغا هلا